أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أن وزارة الصحة ستقدم كل الدعم اللازم لمنظمة الصحة العالمية في كل ما تتبناه من جهود وخدمات وإجراءات في المجالات الصحية، سعيا نحو تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة، مرحبة في الوقت ذاته بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها الدكتور تيدروس إدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط لمملكة البحرين يوم غد الأحد. نرحب في مملكة البحرين زيارة مدير المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم و الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي، وطبعا هذه الزيارة لها اهتمام كبير من قبل مملكة البحرين وعلاقاتنا أيضا مع منظمة الصحة العالمية. وطبعا هذه العلاقة بين البحرين والمنظمة علاقة قوية ومتينة، يعني ليس فقط منظمة الصحة لكن مع جميع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمة الصحة العالمية هي واحدة من هذه المنظمات. وجسد هذه العلاقة من خلال طبعا التزام المملكة بجميع البروتوكولات الصحة العالمية وتفاعلها مع كافة القرارات اللي تصدرها من الجمعية العامة للمنظمة، وتواجد البحرين في جميع الفعاليات وأنشطتها وبرامجها، يعني كان لها حضور الحمد لله. مملكة البحرين متميز في هذه المنظمة وأثبتت وجودها بكل جدارة، وخاصة أنها هي أيضا كانت عضو في المجلس التنفيذي لهذه المنظمة ولها دور كبير كمملكة البحرين. بالنسبة إلى المدير المنظمة، الإشادات اللي كان يشيد بها بإجراءات مملكة البحرين خاصة في فترة هذه الجائحة، وأشاد بقصص النجاح على ليس مستوى البحرين فقط بل على المستوى العالمي. طبعا هذا المكتب له دور كبير، يعتبر هو أحد المكاتب المكتب الإقليمي في الشرق المتوسط، ويعد هذا المكتب لتطور بيكون في تعزيز العلاقة وجود المنظمة وتعاونها ليس فقط مع وزارة الصحة ولكن مع كافة الجهات في مملكة البحرين، لأن المنظمة لها أيضا دور في جهات وزارات أخرى.